الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سنتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن تبرئة يوسف عليه الصلاة والسلام مما اتهمته به امرأة العزيز، بعد أن اتهمت امرأة العزيز يوسف عليه السلام بأنه حاول الاعتداء عليها بالفاحشة، وبرأت نفسها. رد يوسف عليه السلام هذه التهمة عنه وقال: هي راودتني عن نفسي. وفي هذا الموقف انطلق الله القادر على كل شيء شاهد من أهلها، وهو طفل صغير في المهد، لتندفع التهمة عن يوسف عليه السلام، وتكون الحجة على المرأة التي اتهمته زورا، ولتظهر براءة يوسف عليه السلام واضحة أمام عزيز مصر ووزيرها. فقال هذا الشاهد من أهلها: قال الله تبارك وتعالى: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. سورة يوسف، أي لأن يكون قد راودها فتدفعه حتى شقت مقدم قميصه، فتكون التهمة بذلك على يوسف. ثم قال: وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. سورة يوسف، أي لأن يكون قد تركها وذهب فتتبعه وتعلقت به من خلف، فانشق قميصه بسبب ذلك، وتكون التهمة بذلك على امرأة العزيز. فلما وجد العزيز أن قميص يوسف عليه السلام قد انشق من خلف، خاطب زوجته وقال لها: فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. سورة يوسف، أي هذا الذي جرى من مكركن أنت راودتيه عن نفسه، ثم لتدفعي التهم عن نفسك اتهمته بالباطل والبهتان. ثم قال زوجها ليوسف عليه السلام بعد أن ظهرت براءته يوسف عليه السلام: يوسف أعرض عن هذا، أي لا تذكر لأحد هذا الخبر أبدا. أعرض عن هذا يعني أعرض أن تقص هذا ما حدث للناس، لأحد كتمان هذه الأمور في ذلك الحين أحسن. ثم أمر زوجته بالاستغفار لذنبها الذي صادر منها والتوبة إلى ربها، وقال: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. سورة يوسف، يعني من المذنبين الآثمين. وبذلك ظهرت براءة يوسف عليه السلام ظهور الشمس في وضح النهار، وظهر لعزيز مصر عفة يوسف عليه السلام، وأنه نزهه العرض السليم الناحية، وأنه متنزه عن التهمة التي اتهمته به امرأته زورا وبهتانا. شيوع الخبر في المدينة وتحديث النساء به. شاع خبر امرأة العزيز ويوسف عليه السلام في أرجاء المدينة، وأخذت ألسنة النساء من نساء الأمراء وبنات الكبراء في الطعن على امرأة العزيز، وعيبها والشنيع عليها على فعلتها. كيف تعشق سيدة ذات جاه ومنصب فتاها وتراوده عن نفسها، فتطلب منه موقعتها. وبلغ ذلك امرأة العزيز، فأرسلت إلى هؤلاء اللائمات من ذوات الثراء والجاه والسلطان، ودبرت لهن مكيدة حتى يعذرنها في حبها وغرامها ليوسف عليه السلام، فجمعتهن في منزلها، وأعدت لهن ضيافة تليق بحالهن، فقد هيأت لهن مكانة أنيقة فيه من النماريق والوسائد ما يتكئن عليه، وقدمت لهن طعاما يحتاج إلى التقطيع وسكين. وقيل ناولت كل واحدة منهن أطرجة، يعني برتقانة يعني،
نوع من الفاكهة وسكين، وقالت لهن لا تقطعن ولا تأكلن حتى أعلمكن. ثم قالت ليوسف عليه السلام اخرج عليهن. فلما خرج يوسف عليه السلام إلى مكان جلوس هؤلاء النسوة ورأينه انبهرن بجماله ومن حسنه الفائق، وانشغلن عما في أيديهن، فصرن يحظظن أيديهن ويقطعون أيديهن من حسن جمال يوسف عليه السلام، وهم بيفكروا اللي هم بيقطعوا الطعام والفاكهة وهن لا يشعرون بآلام الجرح. وأعلن أكابرهن وأعظمهن لذلك الجمال الرائع الذي كان عليه سيدنا يوسف عليه السلام، حيث ما ظننا أن يكون مثل هذا الجمال في بني آدم، فشبهوه بالملائكة. ثم قلنا حاشا لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. عند ذلك بحث امرأة العزيز بحبها وشغفها بيوسف عليه السلام الذي بهرها جماله وملك وملك عليها، وقالت للنسوة معتذرة في عشقها ليوسف وحبها إياه: فذلكن الذي لمتنني فيه. ثم مدحت يوسف عليه السلام بالعفة التامة والصيانة، واعترفت وأقرت لهن بأنها التي راودته عن نفسه، وطلبت منه ما تريد، ولكنه استعصم وامتنع، وأخبرتهن أنه لم يطعها على الإطلاق من قضاء شهوتها ليحبسهن في السجن. يعني هي أخبرته إن يوسف عليه السلام بريء، واللي هي اللي ملح عليه، وقالت لو مش هيعمل كده أنا هحبسه. ولذلك هي لما شافت زوجها في أول مرة يجي ما قالتش ليه يقتل، إنما قالت يسجن. يعني هي لسه حاطة الموضوع في دماغها، لا يسجن ويكون في ذلك صغير. قال الله تبارك وتعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحد منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. سورة يوسف. وقامت النساء يحرضن يوسف عليه السلام على السمع والطاعة لسيدته، ولكنه عليه السلام أبى ذلك لسيدته، ولكنه عليه السلام أبى أشد الآباء، ودعا ربه مستغيثا به، فقال في دعائه: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. سورة يوسف. يعني إن وكلتني إلى نفسي فليس لي من نفسي إلا العجز والضعف، ولا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وبإذن الله عز وجل سنكمل في اللقاء القادم قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع النسوة، وماذا يريدون النسوة منه. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.